بداية سمعنا أخبار كتير، آخر مداخلة بيننا وبين بعض كنت قلت لي إنه في لاعب نادي السواحلي بيفكر فيه، إحنا بنتكلم الآن الموضوع بقى معروف وهو عمرو السولية. هل دخلتوا في مفاوضات جدية مع النادي الأهلي بخصوص عمرو السولية؟ والله هو احنا ما تفاوضناش مع النادي الاهلي، ما تفاوضتوش لان اللاعب لاعب حر، يعني ما يلزمش ان احنا نتفاوض مع النادي الاهلي بخصوص اللاعب، ما يلزمش لان اللاعب حر. اه يعني عنده شرط جزائي في عقده انه يقدر يحترف، يعني يقدر يفعل الشرط الجزائي ويقدر يحترف يعني بدون الرجوع لنادي الاهلي المصري، مع احترامنا للنادي الاهلي نادي كبير واحنا تعاملنا معاه من قبل، وكان نادي يعني تربطنا بهم علاقة قوية. ما هو بالضبط. السؤال، هل هتستخدم الشرط الجزائي ولا تروح للنادي الأهلي تتفاوض معاه على الرقم اللي ممكن يبيع بيه عمرو السولية، خاصة انه لاعب لسه مجدد تعاقده؟ والله هي كيف انت، هذا السؤال ذو حدين، يعني عرفت احنا ما دابينا نتعامل مع نادي الأهلي نروح ونتفاوض مع نادي الأهلي، بس بما ان اللاعب حر يعني وهذه رغبة وكيل اللاعب انه يقدر يفعل الشرط الجزائي، احنا نواصل المفاوضات مع وكيل اللاعب. يعني وكيل اللاعب بيقول لك انه ما فيش مانع انه ممكن نفعل الشرط الجزائي. بالظبط. وبما ان دي رغبه وكيل اللاعب فبالتاكيد رغبه اللاعب. والله اعلم، بس هذا الكلام اللي وصلنا من وكيل اللاعب نفسه. وكيل اللاعب.